طرابلس الأمني جاء اليوم مغيرا تماما لطقسها الجوي، حيث انحسرت زخات الرصاص لصالح زخات المطر، واقتصر النهار على بعض الرشقات النارية المتقطعة وأعمال القنص. عاد المسلحون من حيث أتوا بعد ليلة وصفت بالأعنف، استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ودخلت مدافع الهاون أيضا على خط النار بين جبل محسن وباب التباني. انحصار القتال والاشتباكات لم يجعل من المناطق التي تقع على خط النار أفضل حالا، فهي بدت مهجورة من سكانها الذين نزحوا من منازلهم ولم يعودوا إليها بعد. الجيش المنتشر في مناطق الاشتباكات واصلت قواته تعزيز إجراءاتها الأمنية، وفي بيان أصدرته مديرية التوجيه قالت فيه أن قوة من الجيش قامت يوم أمس بدهم أوكار المسلحين والرد الفوري على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتمكنت من توقيف عدد من المشتبه فيهم بإطلاق النار بعدما ضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية. وأضاف البيان أن بعض مراكز الجيش تعرض للقنص، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بجروح غير خطرة وأضرار مادية ببعض الآليات العسكرية. وختم بيان الجيش بدعوة الأهالي إلى التعاون معه حرصا على سلامتهم وعدم اتخاذهم من قبل العابثين بالأمن دروعا بشرية. المسؤول العسكري لمحور المنكوبين عامر قريش اتهم الحزب العربي الديمقراطي باختطاف الطائفة العلوية من أجل مصلحته. إن العصابة تبعت اللي هي تبعت رفعت عيد عم تجني على الأوادم اللي فوق، وهن الأوادم فوق اللي تميموا عليهم لأن معيشتهم من عنا وأكلهم من عنا، بس المجرمين واللي قاعدين بأوكارهم ما لنا اللي بينزلوا لتحت، بس بتطلع براس الادم اللي بينزل لتحت، نحن هلا مالنا عليها مع الاودم، علاقتنا مع الزعران، واذا كان في نطلع من اوكاره. من ناحيه ثانيه، مسؤول العلاقات السياسيه والاعلاميه في الحزب العربي الديمقراطي اكد التزام الجبل موقفه بدعم الجيش لاعاده الاستقرار. بنسلم امورنا لناحيه الجيش وللجيش اللبناني. نعم. ونحن ملتزمين بضبط النفوذ. وما زلنا ملتزمين الهدوء والتعبئه، كان حكوا معنا في الجيش انه مجانا التزام وقف اطلاع النار من الساعة 4، ونحن وقفنا من الساعة 3 تيمنا بقدرة الجيش، وانه الجيش قادر يضبط الوضع على الارض. نحن شو بده اياه الجيش؟ نحن عندنا ايمان بحكمة العناية جمع الوجود، شو بيتطلب منا نحن موجودين من نيابة الجيش. حصيلة الاشتباكات الدائرة منذ 3 أيام 9 قتلى وأكثر من 80 جريح، فيما المدينة غدا على موعد مع زيارة لوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل لترأس مجلس الأمن الفرعي في محاولة لإعادة الأمن والاستقرار. من طرابلس، رامز القاضي، قناة الجديد.